هاتفيا ايضا مشاهدينا معنا السيد يحيى رباح، عضو المجلس الاستشاري لحركه فتح في غزه. سيد يحيى، اهلا بحضرتك. يعني اربع اصابات بينهم فتاه مع بدايه هذا اليوم وبدايه المواجهات، هل ينذر بخطوره وكيف يبدو الوضع في قطاع غزه؟ تحياتي وتحياتي لضيوفك. بلا شك يعني الوضع على حدود قطاع غزة خطير، لأن الشعب الفلسطيني مصر على مواصلة فعالياته، سواء تأبين الشهداء، سواء المزيد من الفضيحة لإسرائيل والمزيد من الفضيحة لجيشها الذي لا يتمتع بأي درجة من الأخلاق. يعني هذا الجيش مذعور من مظاهرات سلمية 100%، لا يحمل أحد سلاح، ليس معهم صواريخ، يعني ليس معهم سوى الموقف المندد بهذا الاحتلال والمطالب بحرية واستقلال الشعب الفلسطيني. ولذلك يعني الصورة التي ترسل إلى العالم عن الجيش الإسرائيلي أنه جيش فاقد للأهلية وفاقد للأخلاق. نعم. وبالتالي يعني إسرائيل الآن في الزاوية، وهذه المسيرات إن شاء الله ستستمر يعني وترتقي مع فعاليات. يعني نود فقط سيد يحيى الإشارة إلى ما تعرضه الصورة الآن من قطاع غزة. يعني ونحن نتحدث مع حضرتك، هناك مشاهد تأتينا حية من قطاع غزة لمجموعة من الشباب وهم يقومون بجمع الإطارات للقيام بحرقها كما أعلنوا. يعني ومنذ الصباح بدأت هذه العملية، يعني ما أعلن إسرائيل سيد يحيى بأنها ستطلق الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل مباشر وأعلنتها صراحة. أيضا هناك إصرار واضح من الشعب الفلسطيني على الخروج والتنديد بما تقوم به سلطات الاحتلال. كيف تنظر إلى الطريقة التي يعبر بها الشعب الفلسطيني عن غضبه، وهل ربما يشير بشيء أو بآخر إلى أننا مقبلون على انتفاضة ثالثة؟ يعني بلا شك أن الشعب الفلسطيني يقوم بمشاهد بطولية، لأنه يواجه أعدائه سلميا بمظاهرات سلمية عميقة المعنى. اليوم الجمعة هي جمعة الكاوتشوك، ونحن ما زلنا في وقت مبكر، يعني ربما يتصور الوضع أكثر وأكثر. وبالتالي يعني الفضائح من قبل الإعلام العالمي الذي كشف الفضائح الإسرائيلية، سواء القيادة السياسية المتمثلة بنتنياهو وزير دفاعه ورئيس أركانه وكل يعني التحالف الذي يقوده نتنياهو، هو تحالف ساقط فاسد ويحاول أن يحل مشاكله على حساب الفلسطينيين، فالفلسطينيين يزيدونه فضيحة. والمشهد بطولي، لكن هذا المشهد البطولي هو مقدم هدية عظيمة من الشعب الفلسطيني للقمة القادمة، لأن القمة القادمة يجب يعني أن تأخذ قرارات شجاعة وصعبة، قرارات يعني الارتقاء بالثوابت العربية والتي من بينها الثابت الفلسطيني، حق الفلسطينيين في أرضهم وفي دولة مستقلة وعاصمتها قدسهم الشريف. يعني ولذلك يعني وثانيا أن الالتباسات القائمة الآن في العالم العربي وفي الموقف العربي وفي الخطاب العربي يجب أن تنتهي. هذه الالتباسات تقودها إسرائيل وتقودها أمريكا عبر التسريبات أن احنا حلفاء مع العرب، العرب بدهم يتحالفوا معنا ونحن نتحالف معهم، وعمل يعني أولويات
مفترضة، أولويات إسرائيلية أمريكية للعرب، العرب لهم أولوياتهم وعليهم أن يذهبوا إليها. هذه إسرائيل هي العدو الوجودي للعرب، ويجب أن لا نسمع أي كلمة، كلمة تحالف وكلمة يعني أن العرب متفقون مع الإسرائيليين على أي شيء، لأن هذا الاحتلال هو المهدد الوجودي للوجود العربي، وبالتالي يجب يعني القمة أن تستفيد استفادة كبيرة من هذه المسيرات الفلسطينية ومن هذا النشاط الفلسطيني، وخاصة القيادة الشرعية الفلسطينية يعني تصل إلى أعلى مستوى في النضال وفي الإصرار وفي إدانة إسرائيل وفي مطالبة المجتمع الدولي بأن يقوم بالتزاماته التي يعني صحيح قام بها على صعيد المواقف السياسية، ولكن كيف يحول هذه المواقف إلى خطوات واضحة مثل الاعتراف بدولة فلسطين، وأنت تتحدث الآن يعني القيام بخطوات في يعني إدانة فلسطين نفسها. طيب تتحدث الآن عن موقف المجتمع الدولي اليوم، وبالأمس كان هناك تحذيرات دولية كبيرة لإسرائيل لضبط النفس، تحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، ومن السيدة فيدركا موجريني وهي مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة في الاتحاد الأوروبي لإسرائيل بمنع استخدام القوة المفرطة. هل تتوقع أن تكون هناك استجابة من قوات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية على الأقل لتحقيق مساعيها في الوصول إلى مقعد غير دائم في مجلس الأمن؟ لا يمكن، لأن الاحتلال بصيغته أكثر سلوك إنساني قذر وبشع ولا يفوقه بشاعة أي شيء، لا يستطيع أن ينتج نفسه إلا بالكيفية التي نراها. هو احتلال، والاحتلال أخطر شيء في التاريخ، وبالتالي كيف تطلب من أكثر شيء في التاريخ أن يكون مؤدب أو يعني لطيف أو متوازن؟ ثانيا أن هذا العنف الغير مبرر الذي تستخدمه إسرائيل ضد مظاهرات سلمية ينقلها الإعلام العربي والفلسطيني والعالمي على المكشوف أمام جميع الناس يؤكد أن إسرائيل دولة افتراضية لم تثبت أنها يعني لها حق الوجود، هي دولة افتراضية تعيش على القرصنة وعلى القوة وعلى معاداة القانون الدولي وعلى هذه الخلافات العربية المفتعلة التي تجعل الموقف العربي ضعيف جدا. نتمنى أن ينتهي كل ذلك وأن يعلن العرب موقفهم الحقيقي، خاصة في القمة القريبة التي ستعقد في السعودية، ونحن نعول عليها كثيرا إن شاء الله. إن شاء الله. سيد يحيى، يعني مطالبات دولية عديدة في شهدنا، كانت هناك جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت قبل أيام، وكانت هناك مطالبات دولية عديدة لإجراء لجنة تحقيق أو تشكيل لجنة تحقيق دولية لتحقيق فيما حدث في غزة، وهما رفضته إسرائيل شكلا ومضمونا، وجاء على لسان وزير دفاعها بأن إسرائيل ترفض تماما التعامل مع أي لجنة تشكل لهذا الغرض. إسرائيل نفسها يمكن أعلنت أنها استخدمت الرصاص الحي وهي تعترف بذلك، ويمكن لأول مرة لم تدعي على الشعب الفلسطيني بأنهم من قاموا باستفزاز قوات الاحتلال أو هم من استهدفوا قوات الاحتلال، فمن ثم جاء الرد. هل من رأيك أو من وجهة نظرك هل هناك حاجة لمثل هذه اللجنة؟ لا طبعا، يعني لا بديل عن تحقيق دولي مستقل، لكن إسرائيل علمتنا دائما أنها ترفض أي شكل من أشكال التحقيق لأنها تخاف على ضباطها وعلى وزرائها المعنيين أن يقفوا أمام المحاكم الدولية، وإن شاء الله نحن سنلاحقهم، ويعني السلطة تعد الملفات بشكل مهني وراقي جدا، وسوف نرى وزراء إسرائيليين وضباط إسرائيليين كبار يقفون أمام القضاء في محكمة الجنايات الدولية بصفتهم ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، ولن يضيع حقنا على الإطلاق.
الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس كان قد طلب الأمم المتحدة بحماية دولية للشعب الفلسطيني، هل هو جائز؟ يعني الدعوة مستمرة وعليها إصرار، ولابد للمجتمع الدولي أن يوفر حماية لشعبنا، وإلا يكون قصر في أداء واجباته، يعني التي هي واجبات أساسية. وبرغم أن تعرف المجتمع الدولي يعني تحكمه المصالح أكثر مما تحكمه المبادئ، وبالتالي هذا هو الدور العربي، لأن كثير من الدول وخاصة أمريكا لها مصالح كثيرة في بلادنا وتأخذها بالكامل، وهذه المصالح يجب أن تدار بمنطق عربي أشرف مما يجري الآن. لا يجوز أن نعطي ترامب المليارات مقابل لا شيء، وأن نأخذ معه صفقات مقابل لا شيء. عليه أن يدفع لشعبنا الحقوق التي يحتاجها هذا الشعب، وأولها تأمين الحماية الدولية، لأن شعبنا شعب أعزل في مقابل يعني دولة مارقة مدخنة بالسلاح الذي يأتيها من أمريكا ومن غير أمريكا. وبالتالي نحن مصرين على مواصلة الطلب من المجتمع الدولي أن يوفر يعني الحماية المطلوبة لشعبنا الأعزل. أشكرك السيد يحيى رباح، عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح في غزة، شكرا جزيلا لك.